والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا ريهام. شكرا سحر. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أعمال الاجتماعات الثنائية ما بين مجلس الدولة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى التوصل إلى وضع خطة إطارية للتعاون ما بين الطرفين في عدة مجالات. وأكدت وزيرة التعاون الدولي على قيمة علاقات التعاون التنموي ما بين مصر ومجموعة البنك الدولي، كما أشادت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة التي توجد مؤخرا بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، وذلك في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة. استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مستشار وزير الداخلية العراقي جعفر صدام فلحي والوفد المرافق له، بالإضافة إلى ممثل شركة الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، ذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ما بين الجانبين. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين. أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 من أبريل لعام 2022. وأكدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري لضمان توفير السلع الاستراتيجية للمستهلك بالجودة اللازمة، كما يهدف القرار لتنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية. وأشار ربيع إلى عبور 1713 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 100 مليون طن مقابل عبور 1532 سفينة، وذلك خلال شهر فبراير من العام الماضي بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن. وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس وبشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية. وإلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.895 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 1.23% ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.89% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، فيما أيضا صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.86% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة.
وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نبدأ بالدولار الأمريكي الذي سجل 15 جنيه 66 قرشا للشراء مقابل 15 جنيه 75 قرشا للبيع، فيما يسجل اليورو 17 جنيه 48 قرشا للشراء مقابل 17 جنيه 59 قرشا للبيع. في حين مشاهدينا، وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه 99 قرشا للشراء مقابل 21 جنيه 12 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، نبدأ بالدرهم الإماراتي يسجل 4 جنيه 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيه 29 قرشا للبيع، فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيه 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيه 20 قرشا للبيع. إلى أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج الذي ارتفع لثالث جلسة على التوالي بدعم من مكاسب لأسهم الطاقة مع استمرار صعود أسعار النفط. أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي مرتفعا بنسبة بلغت 2.2%، كما صعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بنسبة بلغت 1.3% بدعم من مكاسب لأسهم القطاعين المالي والعقاري. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا مشاهدينا إلى سحر وريهام، إليكم. شكرا لك يا رجاء رمزي.